احنا من هذا المنبر بنا ندوي على هذه الزاويه. هذه الزاويه سيدي انا ساكن فوق منها فهمتي، وكنخلى لينا المقدم السارود ديالها وحنا تنحلوها باش تدور فيها النفس فهمتي، باش ما طيحش هذه الزاويه. وهذا الشيء راه اطار، حنا ما بغينا من هاد الناس ما بينا منهم حتى حاجه، حنا بينا اليوم يصلحوا لينا هذه الزاويه، يصلحوها باش يجي الناس الجيل الذهبي اللي طالع دابا ما عارفش الزوايا شنو هي القيمه ديالهم والحضور ديالهم. هادشي اللي تنطلبوا من الناس. هاد المدينه راه عندها واحد القيمه ديال الزوايا. الاجواء كانت جميله جدا بصراحه، كنا تنقوموا بالموسم، تيجوا الطوائف من كل مدينه، من تارودانت، من تصويره، من مراكش. اذا به تنشوفوا هادشي ما بقاش، واش باغينو التفقاد ولا ما بغينوش. وحنا ما بغينا منهم حتى حاجه، بغينا حنا الاصلاح لهاد الزاويه، وبغينا ترجع المسيره لمجاريها. كنا تنجاو تنديروا الموسم هنايا، تنجيبوا التيران وحط الطاور تنذبحوا هنايا، تيجوا الناس تيتفرجوا تينفسوا. كاين واحد المتنزه ديال العساوه، تسمحوا واحد شويه ديال الذكر المديح. بس فيه واحد المدينة ديال الأولياء الصالحين، وكذلك مجموعة من الزوايا، بحيث الزاوية الدرقاوية بأسفي تعتبر دائما واحد المؤسسة تربوية اللي كانت تجمع مجموعة الموردين اللي فعلا ربات أجيال وحتى طريق الاعتدال، السنة والاعتدال. كان لها دور كبير الزوايا في محاربة الاستعمار، في هاد المجموعة الأشياء. وأسفي واحد الحاضرة اللي معروفة بانتشار ديال واحد المجموعة الزوايا، مثلا الزاوية التيجانية، الزاوية القادرية، الزاوية العيساوية، الزاوية الحمدوشية، الزاوية الناصرية. كان الحضور ديال الزوايا في النهضة الثقافية ديال المدينة. نتيجة ديال الإهمال كان واحد الفترة معينة كانت الزوايا كانت جمدات ومبقاش تمارس الأنشطة ديالها. حاليا ممكن نقولوا بأن كاين رد الاعتبار للزوايا، ولكن للأسف أن تنشوفوا الزوايا في الكابونيان تنهار قدام عينينا وما تنديروا والو. إذن هنايا تنوجه واحد النداء للمسؤولين أنهم يدخلوا تدخل سريع لإنقاذ هذه الزوايا. الزوايا هو امتداد للتربية والسلوك القويم باش يبتعدوا الشباب والأطفال، يبتعدوا على بعض الانحرافات. الزوايا راهي تربية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.